بدي إنه ما أكون عرفتك أبداً. حاجة تغيري الموضوع بقى يا روح قلبي. لك ما بيصير هيك، ليكي كيف صايرة مثل عود الكبريت. يعني إذا أنتي بدك تضلي بلا غذاء بكرة شلون بدك تغذي الأولاد؟ ليكي بصراحة كرم معه حق كتير بهالنقطة، لأنه الغذاء بمرحلة الحمل مهم كتير. يا الله، ليش عم تبليني بهالاتنين المصاريع هدول؟ حسن شي اهرب بسرعة. لك هربي، ركود وراها، ركود ركود. لك نحنا يا روحي كنا عم نمزح معك، بس ما توقعنا تعملي هيك وتروحي. بتضل معصبة على طول، مشتهي مرة شوفها بغير مود. لك بعدوا عني بقى، ما رح تشوفوني معصبة هلأ لأني مو قدراني. أنا لازم أعرف شو عاملة زنوب. أنا خطيت مين حاملة يا ترى؟ لك أهلين كرم، عم بتشم هوا مع مرت أخي؟ لك مين هاد؟ مرت أخي عم يقول؟ موظف الضمان، عنصر الأمن، المصلح. لك شو أنت عامل عصابة؟ ما كان ناقصني إلا بياع البزر. معلش معلش. يا صهري، شو رأيك تجيب لنا شوية بزر لنتسلى فيهم؟ ألف طلب مثل هالطلب بنت حماي. أخي مجاهد، حطلنا شوية بزر محمص ومحبحون. إيه كترون كترون شوي. إيه إيه إيه. الله يكملك بحالي. الله بتحب تفصص. هاتي عنك، أنا بمسح. أنت تعبتي كتير. خليني ساعدك. بترجاك هات لو سمحت. مرام خانم ما بيصير. هات هات، شو الشغلة؟ نحن فريق واحد، لازم تساعد أنا وياك. إذا بتريدي يا خانم. مرام خانم لو سمحتي. لك خلصنا بقى، تركي. طيب مثل ما بدك. نوران، معقول تغيرت مرام؟ الخروف خروف، والعقرب عقرب، والبومة مستحيل إنه تصير فراشة. حياة هاتي عنك، أنا بحملهم. هاتي. لا مو مشكلة، ما في داعي. شو هالحكي؟ لا أنت تعبتي كتير اليوم، رح ساعدك. هاتي يلا. حطهم هون. ما ايه ايه. طيب زملائي الأعزاء، ممكن تسمعوني؟ مو عارفانة كيف أشكركم جماعة الإضاءة والمونتيرية، نوران وحياة ومديري مراد بيك. أنتوا أحلى شي بحياتي. أنا بلاكن ما بقدر أعمل شي، أنا بفضلكن وصلت لهون. لهذا السبب إذا بتشرفوني بالاحتفال معي بعيد ميلادي 21 بكون أسعد إنسانة. يبدو ما أنا حاسبة صح. إذا كانت هالبنت صادقة معناتها اشتغلت معي عمري يوم. يلا خلونا نحتفل بمرام بسنتها الجديدة. هالبنت مو سهلة أبدا، كل ما أقول إنه هديتها بترجع بتشل. وأنت كمان مو سهلة حياة، فيك البركة. نوران خانو، مراد بيك، عن جد إذا بتحتفلوا معي بفرح كتير. حياة رح تحتفلي معنا ما هيك؟ يا ريت، بس ما بقدر، بابا ما عنده خبر وما بيحب المفاجآت اللي بآخر دقيقة. لا بأي عصر عايشين؟ يعني أنت بنت صبية، هاي الحفلة بالذات ما في منها مهرب. مراد احكي لك شي كلمة، مو حلوة الحفلة بدونا. ليكي إذا حابة تضلي أنا بحكي مع أبوك. طبعاً حابة ضل، حتى بصراحة فيني اتصل اقنع بابا. شكرا كثير مراد بيك. حكيتوها يا بنات؟ اكيد جاي على العشاء ما هيك؟
لسه مطولة، ما بيلحقوا الطقس انتزعوا، لازم يكملوا تصوير بكرة. شو بدها تعمل حرام؟ معقولة تقلن ما فيني ولازم ارجع؟ لك بيطردوها دغري وبترجع وقتها ضيعتهم، وبتتجوز حدا ما بينفع وبتتدمر حياتها. لك خلاص اسكتوا، وجعتوا لي راسي. شو بدي اعمل هلا؟ اذا اتصلت فيني امينة. اتصلت، لك اتصلت. اهدي روقي. لك شو بدي اقول لامينة هلا؟ اختي حبيبتي، انا كيف بدي كذب على رفيقة عمري؟ شو بدي احكي؟ ما بدي احترق بنار جهنم بعدين. امينة فادية، قوي اعصابك، انت مجبورة على هالشي. ليكي انت عم تضحي مشان ما تتشتت عيلتون، غايتك مقدسة. طيب ماشي، طيب خلاص. كيفك يا رفيقة عمري؟ شو؟ ما عم ببكي، بس أنا كنت عم أشر بصل. حياة؟ طبعاً رجعت. شو بدها تعمل برا لهذا الوقت؟ لك بكسر لها رجليها والله. لا ما فيك تحاكيها. دوش دوش، أنا عم تتدوش. حياة لك بتدوش بتدوش بتدوش، خليها تحاكيك إن شاء الله. طيب ماشي، لا تشغلي بالك، أنا فوق راسهم. إذا ما اعتمدتي علي، على مين بدك تعتمدي؟ الله يكون معك يا رفيقة عمري. برافو أمينة، والله إنك أبو ضعي. حبة تحت لسان، ما في منك يا فادية. جيبوا لي كل شي بيطلع بإيدكم. هدي حالك، أنا خلاص انتهيت. كولونيا. شو بدك؟ طمني، شلون صرت هلا؟ يعني لساتني عايش، وانتي؟ نحنا كنا عم نصور عند البحيرة وبقيانين هون مشان عيد ميلادها لمرام، فيك تجي؟ على حد علمي انه اخي مراد هو ضيف الشرف الاهم، هيك مرام قالت لي. ايه كتير منيح، منه بتتصالح مع مراد ومنه بتسكروا على السيرة بقى. انا بفضل اني ما اكون موجود، احسن ما تصير شي مشكلة جديدة. لا تحكي هيك، هو متضايق كتير، ما كان طبيعي كل الطريق، ومعدته واجعته. يعني لأنت رح تضلوا متخانقين؟ خلاص حياة لا تشغلي بالك، انت انبسطي هلأ، بكرة بشوفك بالشركة. طيب ليك أنا رح أبعت لك موقعنا هلأ، بركي بتغير رأيك وبتيجي لعنا ومنحتفل ومنتسلى. ما تحاولي معي على الفاضي، قلت لك مو حابب. يلا بشوفك. بشوفك أنور. ماشي باي. Love to land the moon.